الأفلاج نظام هندسي فريد تميزت به السلطنة، ولا تزال الأفلاج إلى يومنا تحكي إبداع الإنسان العماني وقدرته الهندسية في شق القنوات أسفل الأرض ولمسافات طويلة لنقل المياه وتعمير الأرض. وقد أوضحت نتائج حصر الأفلاج وجود عدد 4112 فلجا موزعة على مختلف محافظات السلطنة، منها 3017 فلجا حيا. لقد ساعدت الأفلاج على نمو المدن القديمة وظهور الواحات المنتشرة بين السهل والجبل وأطراف الصحاري، كما كان لها دور بارز في استقرار الإنسان ومدنيته وعمرانه لما حوله. وللأفلاج دورها الحضاري في ازدهار الزراعة وتطور علم الفلك الذي استعان به العماني لتحديد الوقت والاسترشاد بمطالع النجوم لربطها بمواسم الزراعة وفترات المطر. تشير الأدلة الأثرية إلى وجود أقدم نظام للأفلاج في مستوطنة سلوت الأثرية بولاية بهلة، وتعود تلك الأدلة إلى أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد. ولا تزال قنوات الفلج قائمة حتى يومنا مع بقايا المستوطنة المنتشرة على مساحة شاسعة في سهل سلوت. وتعبيرا عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد الذي يشكل موروثا حضاريا أبدعه العمانيون، فقد أقرت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة في يوليو 2006 إدراج 5 أفلاج عمانية ضمن لائحة التراث العالمي، وهي فلج دارس بولاية نزوة، وفلج الخطمين ببركة الموز بولاية نزوة، وفلج الملكي بولاية يزكي، وفلج الجيلة بولاية صور، وفلج الميسر بولاية الرستاق. وتعتبر هذه الأفلاج الخمسة ذات تاريخ عريق من حيث القدم، وتتميز بوجود الكثير من المعالم التاريخية على جوانب قنواتها. يعتبر فلج دارس من أشهر الأفلاج الداودية بالسلطنة وأكبر أفلاج محافظة الداخلية، يصل تدفقه إلى 315 لترا في الثانية ومياهه ذات جودة عالية. ويوجد لفلج دار الساعدان تبلغ قنوات الفلج الإجمالية حتى شريعة الفلج ما يقارب 7990 مترا. يسهم فلج دارس في ري مزروعات المواطنين من النخيل والليمون وقصب السكر والأعلاف والزراعات الموسمية والخضروات كالخيار والطماطم والبطيخ. العمانيون اهتموا بشق الأفلاج، وذلك نظرا للمكان الذي يعيشون فيه، فقلة الأنهار يتحتم عليهم شق الأنهار الصغيرة وهي الأفلاج. يعتبر فلج دارس من أكبر الأفلاج في السلطنة، إذ تبلغ القناة 5 كيلومتر. ينقسم فلج دارس إلى ساعدين، الساعد الصغير والساعد الكبير. طول الساعد الصغير من عند يفترقن، طول الساعد الصغير حوالي 100 متر و 9 أمتار أو 190 متر، يعني تقريبا 190 متر، والساعد الكبير 1.7 كيلو. الساعد الصغير من يعني ياتي من يمين الوادي، والساعد الكبير ياتي من يسار الوادي في من المنطقه التي هي جنوب كمه وتنوف. طبعا هذا الفلج يعتبر من الافلاج الداوديه، ودخل في السنين الاخيره الى منظمه اليونسكو ضمن 5 افلاج من السلطنه. وكذلك طبعا نشكر الحكومه الرشيده
على الاهتمام بهذه الأفلاك ومن جملتها هذا الفلج. فلج الخطمين ببركة الموز هو الآخر من الأفلاج الداودية، يتراوح متوسط تدفقه حوالي 200 لتر في الثانية، ويبلغ إجمالي طول الفلج من الأم إلى الشريعة حوالي 2450 مترا، ويبلغ عمق الفلج حوالي 17 مترا. ويتغذى فلج الخطمين من وادي المعيدن، وأهم ما يميز هذا الفلج طريقة تقسيم مياهه عند الشريعة إلى ثلاث قنوات، كل منها تنال الحصة نفسها من المياه، حيث تذهب أحد الأقسام لري مزروعات المواطنين، فيما يلتقي القسمان الآخران فيعودان للالتقاء في مجرى واحد، وهما مخصصان لري الأراضي الزراعية التابعة لبيت المال الذي تملكه الدولة. وتبقى الأفلاج حاضرة في المشهد اليومي للإنسان العماني، وجزءا أصيلا من نسيج حياة المجتمع، وجانبا من إبداعاته وإسهاماته المتعددة في صنع الحضارة الإنسانية عبر مراحل التاريخ، والتي تشكل وجدان الأمة وجوهر وعيها وثقافتها.